اهلا بيكم مشاهدينا مشاهدي قناه سي تي في في كل مكان في العالم. بنرحب بحضراتكم في حوار ولقاء خاص ومميز على شاشه قناه سي تي في مع اب من الاباء المطرنا والاساقفه اللي ليهم باع طويل جدا في الخدمه ودور مهم واساسي في كنيستنا القبطيه الارثوذكسيه، بيتمتع بالهدوء والحكمه والقوه. سيدنا نيافه الحبر الجديل اللي متقابل معاه النهارده، يعني حوارنا معاه بيتزامن مع مرور 46 سنة على نيافة، على يعني رسامة نيافته أسقف. 46 سنة من الخدمة والبذل والعطاء والوفاء، الوفاء للكنيسة وأبائها. رفض خيانة مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث في عصر السادات، وتم اعتقاله سنة 81، ومر بعدد كبير من التجارب يعني الصعبة اللي هنتعرف عليها أكتر من خلال حوارنا مع نيافته. وإيد ربنا اشتغلت معاه بشكل كبير جدا ومسابتوش لحظة واحدة ولا طرفة عين. حوارنا النهاردة مع نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين مطران المنوفية. في البداية بنرحب بنيافتك يا سيدنا على شاشة قناة سي تي في، ومبسوطين جدا ان احنا نتقابل مع نيافتك النهاردة، ونيافتك كنت وحشنا خالص يعني. تعيش ربنا يخليكوا، اهلا بيكوا وشرفتونا. حابين نبدأ في البداية سيدنا مع نيافتك من مرحلة الطفولة ونشأة نيافتك، وايه اللي أثر في نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين منذ الصغر علشان يكون أب بقى مطران، يعني واحد من أهم الآباء المطرنة اللي بيخدموا في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية في الوقت الحالي. شكر على محبتكم وتقديركم، السؤال فيه تقدير يعني. العفو سيدنا، تعلم من نيافتك. أنا اتولدت في قرية من قرى المنوفية اسمها البتانون، وكان اسمها اسم فرعوني على اسم الفتى نون. كان في فتى من أبناء الفراعنة اسمه نون، فتحورت بعد كده إلى البتانون. والدي كان مدرس لغة إنجليزية في مرحلة إعدادي، وكان دايماً يجمع الطلبة يكمل لهم الدرس اللي ما خلصوش في الحصة. فنشأت في بيت مطروق، يعني الناس موجودة فيه بكثرة، يعني طلبة إعدادي، ووالدي كان يدي الدروس دي علشان يكمل لهم بس الحصة، يعني مش بهدف دروس خصوصية يعني. فكان والدي محبوب جدا، وبالتالي نشأت في بيئة تحبنا جدا كعيلة يعني، لغاية ثانوية عامة. بعدين رحت الإسكندرية علشان الكلية، كلية هندسة. كنت أحب الرياضيات جدا، مع إن كان في كلية طب في طنطا جنبنا، بس أنا ما كنتش يعني أهوى الطب، فالرياضة خلتني أهوى الهندسة يعني. فالأسرة انتقلت إلى الإسكندرية علشان تكون معايا، وأنا الابن الوحيد يعني والبكر. نيافتك كنت الولد الوحيد؟ ولا كان في اخوات؟ في ثلاث بنات. في ثلاث اخوات بنات. عشت في الإسكندرية 5 سنوات الكلية و3 سنوات التكليف، كان في تكليف للهندسة يعني. وبعد ما تخرجت يعني قعدت مع أب اعترافي، وقعدنا نتناقش يعني ماذا فور فيوتشر، يعني بالنسبة للمستقبل إيه. أنا ما كنتش بفكر الحقيقة، كنت سايب على ربنا الموضوع يعني. فأب اعترافي اللي كنت قاعد معاه كان أبونا تدرس يعقوب، ربنا يديله الصحة وطولة العمر، وقال لي ما تدرسي معانا في المنطقة بتاعتنا هنا كاهن وكده يعني. فساعتها على طول سمعت صوت ربنا بيقول إن الطريق هو الرهبنة، وخلال 2 شهر هكون في الدير. قدرت تسمع الصوت ده ازاي يا سيدنا؟ وازاي كل شخص فينا يقدر يميز صوت ربنا من وسط اصوات كتير قوي وقدامه اختيارات كتير؟ ازاي يقدر يحدد ان الصوت ده او القرار ده لو خدته ده قرار من ايد ربنا؟ هو صوت له سمات معينه احب اقولها يعني. اول حاجه، لا يسمع بالاذن لكن يسمع بالقلب، يعني صوت داخلي. الحاجه الثانيه، ياتي كهاتف، زي هاتف كده، زي تليفون. الحاجة الثالثة، إنه في الصميم، يعني يديك الخلاصة المركزة
في دقيقة يعني، ما يتوهكش. ولو محتار يحسم الاختيار وانت محتار. فعلى طول قلت لأبونا أنا سامع صوت ربنا بيقول كده، بيقول إن سكتي هي الدير وخلال شهرين هكون في الدير. ما أعرفش المستقبل إلا ربنا طبعا، لكن تأكدت إن ده صوت ربنا لأن هو الوحيد اللي يعرف المستقبل. مع إن نيافتك ما فكرتش في الرهبنة قبل كده خالص. كل الفترة اللي فاتت دي نهائي تفكير ورجية لحظي وبشكل يعني. وقتي وبشكل مفاجئ يعني خالص. بس أنا كنت واخد سكة ربنا بجدية يعني، وماشي في السكة، وكنت بخدم تربية كنسية في كنيسة مارجرج سبورتينج وفي كنيسة أنبتكلة الإبراهيمية. فكان وقتي كله في العمل والخدمة والحياة مع ربنا يعني. فلما اختلفنا بقى أب الاعتراف قال تعالى بقى نقابل أسقف المدينة يقول لنا صوت ربنا إيه بقى مدام اختلفنا يعني. فلما رحنا قابلنا البابا شنودة، كان هو أسقف الإسكندرية اللي أنا كنت فيها في سبورتنج يعني. بعد ما سمعنا، سمع الأب الاعتراف سمعني، بعد ساعة ونص نقاش وحوار فقال لا يعني ده إحساس يعني مظبوط، ده سكته الرهبنة فعلا يعني. وما كانش فيه أي سابق معرفة سيدنا مع قداسة البابا شنودة في الفترة دي؟ كنت بحضر له الاجتماعات بس يعني كأي واحد بيحضر يعني. حضرت مرة اجتماع أمناء الخدمة، كنت واحد منهم يعني، بس كنا عدد كبير قوي، كنا حوالي 200-250، وقعدنا مع البابا شنودة وكان حديثه عن الخدمة يعني. فما كانش فيه معرفة شخصية، لكن كان أبونا تدرس يعقوب قريب منه قوي، فلما قال له عن الكيس بتاعتي، فكان سيدنا بيعمر في دير الأنبا بيشوي، فحب إن أنا يعني كمهندس أروح أساهم في التعمير يعني وأترهب. ففعلا ده حصل يعني. الكلام ده كان سنة كام يا سيدنا؟ وفي الفترة دي نيافتك كنت ابتديت حياتك العملية واشتغلت فعلا ولا كان؟ كان بقالي 3 سنين في التكليف، التكليف كان 3 سنين. فكنت في كمان اشتغلت في مؤسسة الكهرباء في اسكندرية برضو يعني، رغم ان كان جالي التكليف على أسوان، لكن كان ابن خال والدتي وكيل وزارة في الكهرباء، فنقل تكليفي من أسوان لإسكندرية يعني. حسيت أن ربنا مخليني أستمر في الخدمة بتاعتي يعني، لغاية ما خلصت التكليف وقدمت استقالة، وقعدت بقى مع أبونا تدرس والبابا شنودة وحددنا موضوع الرهبنة. و البابا شنودة اختار دير الأنبا بشوي عشان نساهم في التعمير، ودير جديد وفي أباء قليلين، وهو يعني مكسب أنا استفيد كراهب والدير يستفيد كتعمير يعني. صحيح. نيافتك دخلت الدير يا سيدنا، وبعد ما دخلت الدير تمت يعني رسامة نيافتك راهب في الدير بعد قد إيه تقريبا؟ بعد 4 أسابيع يعني. دي مدة قصيرة جدا. 26 مايو يوم ما كنت قاعد مع سيدنا البابا شنودة، ربنا ينيح نفسه، كان 26 مارس، وبعد شهرين 26 مايو دخلت الدير بعد شهرين فعلا يعني زي ما سمعت الصوت. ولقيت سيدنا ربنا ينيح نفسه البابا شنودة مجهز لي القلاية بتاعتي ووضبها لي في القلالي القديمة اللي موجودة يعني، كان لسه بدأ تعمير في الدير يعني. وترسمت راهب يوم ميلادي بالجسد 24/6 يعني، من 26/5 ل 24/6، 4 أسابيع. ده بالصدفة يا سيدنا، الموضوع ما كانتش مترتب له خالص، خالص. وأكيد كان في مع نيافتك بعض الأباء الرهبان التانيين بيترسموا. كنا 5 يعني، في 4 غيري يعني. ده برضو صوت تاني يأكد صوت ربنا بالزبط. إن لا يعني إحنا اللي مختارينك تكون موجود في الخدمة دي، ربنا اللي مختار يعني.
واستمريت في الرهبنة في دير الأنبا بيشوي سنتين. بعد كده خدني البابا شنودة في السكرتارية بتاعته تمهيداً لرسامة أسقف. يعني أنا سمعت برضو يا سيدنا أن نيافتك اتنقلت من دير الأنبا بشوي لدير السوريان، دير البراموس. دير البراموس علشان تعمر هناك، وقدست البابا شنودة بنفسه هو اللي طلب وجود نيافتك يعني في الدير. تمام. علشان تعمر. من عشان ما كنتش بقى مرتاح لموضوع الأسقفية في السنة دي، يعني سنة 75. يعني في أول سنة طلب نيافتك للخدمة الأسقفية، ونيافتك حسيت أنك مش مستعد. أو أنا بعد سنة طلبني على الأقصر واعتذرت، مش حاسس براحة يعني. بعد سنتين طلبني على مكان تاني يعني، برضو مكنتش حاسس براحة يعني. فعشان ما يزعلش قلت له أروح أعمر في البراموس، فروحت معه أربعة كمان، كنا خمسة يعني، منهم المتنيح الأنبا أرسانيوس، المتنيح الأنبا ياكوبوس، وأبونا بلاديوس السورياني، وأنبا أنطونيوس مرقس. دول الأربعة اللي كانوا معايا في البراموس لما ابتدينا يعني. بعد سنة أخدني أنا وأنبا أرسانيوس ورسم واحد على المنيا أنبا أرسانيوس، وأنا على المنوفية. وكان عيد العنصرة سنة 76 يوم 13/6، يوم العيد القومي للمنوفية. وأكن صوت ثالث بيؤكد إحنا مختارين نيافة الأنبا بنيامين وعارفين هنرسمه إمتى وفين. فترهبنت يوم ميلادي بالجسد، وترسمت أسقف في يوم عيد حلول الروح القدس، وافق يوم عيد القومي للمنوفية. دي حاجة تفرح قوي يا سيدنا، إن الواحد يحس دايما بأصوات بتطمنه طول السكة إن هو ماشي في الطريق الصح. علامات. مش دايما بيحصل كده مع كل الناس، في ناس بيكملوا طريق من أوله لآخره ومش حاسين هم ماشيين صح ولا غلط. وأنا كان دايما أطلب من ربنا إن أنا أمشي بطريقة أحس إنها إرادة ربنا يعني. يعني ما تهش، لأن ياما ناس تاهوا في سكة ربنا. صحيح. وضاعوا يعني. مهم جدا ان الانسان يعيش بارشاد الهي من عمل روح القدس عشان يقدر يكمل حياته بطريقه صح. بعد رسامه نيافتك اسقف بقى في يعني على كرسي المنوفيه، وكان في علاقه بقى جمعت نيافتك بالرئيس الراحل محمد انور السادات في الوقت ده. واللي انا سمعته كمان وعرفت ان نيافتك في الفتره دي رحت بقى تهنيه ورحت تقدم له تهنئه، لانه غالبا في الوقت ده كان فاز بمرحله تانية للاستمرار في الحكم غالبا. هي دي بقى المصادفه يعني. سنه 76 انا اترسمت 13/6 واستلمت الاباشيه يوم 31/7 يعني. ابتديت 1/8 يوم الحد يعني 31 مساء 31 يوليو استلمت الإبارشية في التجليس، وكان معايا في التجليس نيافة الأنبا بيشوي، نيافة الأنبا سربامون، ونيافة الأنبا هيدرا. ربنا ينيح نفوسهم جميعا يعني. آمين. نيحهم نفوسهم صلواتهم عشان ربنا يكمل لنا بخير حياتنا يعني. الصحة وطولة العمر يا سيدنا. استلمت الإبارشية في مساء 31/7/76، وأعيد انتخاب الرئيس السادات في نص نوفمبر 76. في الحقيقة لما رحت المجلس الملي كانوا خمس أعضاء، قالوا لي أنت شاب وجاي عايز تعمر في الإبارشية، ما نطلب مقابلة وتقابل الرئيس يعني. وكان بيجي متابلكم كتير في المنوفية، فقلت لهم ما فيش مانع. طلبنا معاد من السيد المحافظ، حدد معاد على طول، والحقيقة قابلني بحفاوة شديدة يعني. مع أني نيافتك في الوقت ده كنت بالنسبة له أسقف جديد يعني، أسقف لسه جاي جديد، ما فيش أي سابق معرفة مع نيافتك، ووافق على المقابلة بشكل فوري وبشكل سريع. وكان بقى يعني فاكر أنه ممكن يعني يستخدمني
لأنه كان في مواقف مع البابا شنودة يعني مش ولا بد يعني. فكان فاكر إنه ممكن يستخدمني عصا على البابا شنودة. إيه اللي حاسس نيافتك بالإحساس ده؟ وإيه الكلام اللي دار بينكم في أول لقاء وفي أول مقابلة؟ أول ما وصلت حبيت أكبر بالزيارة يعني، فقلت له أنا بادرت بالتهنئة لأن أنا قريب هنا في المنوفية، لكن أنا جاي ومحمل بتهاني البابا شنودة والمجمع المقدس، بنهني أنفسنا ونهني فخامتك بإعادة انتخابك رئيس جمهورية. طبعاً كلام لطيف جداً وطيب يعني. نيافتك بتقدم التهنئة باسم الكنيسة ككل يعني بشكل عاجل إلى أن يجي يعني وقت التهنئة الرسمية. قلت له التهنئة الرسمية تقدم في حينها يعني. فلقيته على طول وشه اتغير كده وقال لي البابا شنودة ده إنسان عنيد وعنيف، أنا يعني استغربت قوي، لاحظ ان انا ما اتبسطتش من الكلمه يعني. فبصلي قوي كده وقال لي بس انت شاب ومليان حيويه، كنت ساعتها بقى 29 سنه يعني، فحب اعملك مركز قوه في الكنيسه. ومن هنا نيافتك شعرت بالخطر بقى وشعرت بالمخطط اللي هو كان ناوي. ده مش خطر على بالي، ده خطر محدق يعني. فقلت له ده أعظم عمل بينسب لفخامتك إنك لغيت مراكز القوى في ثورة 15 مايو 71، احنا 76. فهو استغرب إن أنا يعني سنة بس ملم بالتاريخ يعني. فقال لي يا ده أنت مذاكر كويس يعني وعارف وكده، وبسط يعني. فأنا قلت بقى استأذن بسرعة عشان يعني ما اديش فرصة بقى المزيد يعني. فعلا استأذنت ومشينا كمجلس ملي، وحرصت ان انا قابل البابا شنودة بقى احكي له يعني. فقلت له على اللي حصل، البابا شنودة لقاني متضايق فينطبطب عليا كده، شاب صغير يعني، وقال لي لما يعملك انت احسن يعمل حد تاني، ما فيش مشكله يعني احنا حبايب وكده يعني. خدها بطريقه لطيفه، ما انزعجش، ما اتضايقش، ما استغربش لا خالص، لا انزعاج ولا مضايقه ولا حاجه يعني، خدها بطريقه سلسه ولطيفه. ولانه البابا شنودة حياته كلها بتقول ان ربنا سنده بايده كده، والرب عن يمينك، دي دايما تقال للبابا البطريرك يعني، فهي منطبقة قوي على البابا شنودة يعني. فمن هنا بقى ابتدى العلاقة مع الرئيس السادات. كان لما يبقى هيشرف المنوفية ببقى من المدعوين طبعا، في رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين، ببقى واقف في الآخر يعني. كان يجي يقف بالعربية قدامي وياخدني انجاجيه كده ونسلم على الباقي. كان بيعز نيافتك جدا، جداً. وكان دايما يقول لي نيافتك مطران بلدنا، مطران بتاعنا او مطران بلدنا. مطران بلدنا. فاستمرت بقى العلاقه دي من 76 لغايه يناير 80. يناير 80 الحادثه الشهيره بقى وبدايه الاحداث المزعجه اللي حصل بسببها قلق كبير. بالظبط كده. كان الرئيس سادات يديني كل يناير في سنة 77 78 79 ثلاث كنايس كل سنة قرار جمهوري بكنيسة. يعني طبعا حاجة ميزة ما كانتش متوفرة طبعاً للكل يعني. كنت بشكره وكنا مبسوطين قوي. جات يناير 80 بقى، حصل اعتداء على الطلبة المسيحيين في المدينة الجامعية في اسكندرية، وكان البابا شنودة موجود في اسكندرية، كنت أنا كمان بصلي في كنيسة سبورت. فراحوا الطلبة اللي انضربوا لوكيل البطريركية كان اسمه أبونا أنطونيو الثابت،
فوصل للبابا شنودة. بابا شنودة قال له فلان عليا موجود في سبورتينج، روح له وكلمه يعني شوف هو يتواصل مع الرئيس ونشوف حل، لأن الرئيس ما بيتعاملش مع حد تاني غيره غير أنا يعني. عشان سابق المعرفة والعلاقة القوية اللي كانت بتجمعهم من 76 ل 80 يعني حوالي 5 سنين تقريباً أو 4 سنين ونص. كان يفتخ أفضل حد تروح تفتحه وتكلمه في الوضع الحالي. بالضبط. فعلاً طلبت معاد اتحدد فوراً، بس لما عرف إن في بعض كهنة من اسكندرية عايزين يجوا معايا لغى المعاد، مش لغاه، أجله ليوم ما جي شاه إيران. شبه لغاه بطريقة شيك يعني. بالضبط كده، سنة 80. فلما اتلغى الميعاد أو اتأجل، أجله لميعاد شاه إيران، وشاه إيران بقى طبعا اتلغى. فلما اتلغى الميعاد الكنيسة عملت مجمع مقدس، بابا شنودة قعد مع أعضاء المجمع، كنا مش كتير، كنا 25 ولا حاجة أسقف، وحكى الموضوع، واتفق المجمع برئاسة البابا شنودة على عدم الاحتفال بعيد القيامة سنة 80. ودي طبعا زعلت الرئيس السادات جدا، وخلت بقى الأقباط في أمريكا وغيرها من أوروبا وكده، الرأي العام كله مواقف. اتقلب يعني. حاجة كبيرة جدا شديدة. إن البابا يعتكف في الدير وما يصليش القداس المجمع في القاهرة كله. وما يستقبلش كمان المهنئين، ولا يستقبل ولا أعضاء المجمع المقدس، كل الإبراشيات طبعا كلها. كل الأسقفة قفلت المطرانيات. ف حصل بعد كده بقى حكاية قرارات التحفظ وكده في سبتمبر 81. بس هو ليه سيدنا الرئيس السادات لما يفتح حبلت تقابله في الوقت ده رفض، لما عرف ان في بعض الاباء معاك من اسكندرية؟ كان حابب ان هو يقابل يفتك لوحدك، ربما مثلا يكون عنده بعض الكلام مش عايز حد تاني يسمعه، كان عايز يفتح يفتك في موضوع خاص مثلا، او يقدر يفتحك في الموضوع القديم اللي هو كان بيحاول يرتب بيه او يحاول لا هو ينفذه. متهيألي هو ما رغبش، وخد قرار بينه وبين نفسه انه ما يقابلش حد من الكنيسه خالص الا انا بس. فلما عرف ان انا رايح له رحب، لكن لما سمع انه جاي معايا كهنه او في كهنه بيطلبوا انه يجوا معايا، اجل الميعاد لميعاد يتلغي فيه. وزعل بقى لما اتلغى، اتعمل المجمع وقرر عدم الاحتفال بعيد القيامة، فكانت بقى يعني بالنسبة له شيء مزعج جدا جدا. وكمان شعرت بإيه في الوقت ده تحديدا، ان رئيس الدولة نفسه بيتضايق وهيبتدي ان هو يعني يزعل من يافتك ويزعل من الكنيسة؟ واحنا كنا بنصلي نقول له يا رب يعني احنا يافتك كنت شايف ان الكنيسة داخلة على مرحلة بس ما كناش نتوقع انها توصل لكده يعني. يافتك عمرك ما تخيلت ان الموضوع يعني هيزعل كم شهر ونتقابل وسجن لا، ما كانش في مخيلتنا كده يعني. مجرد فترة زعلان فيها وهنتقابل ونصافة وكده، زعلان من شخص غلط يعتذر وكده يعني. اللي غلط يعتذر ما فيش مشكلة، بس احنا ما شف يعني ما غلطناش، ده احنا مضارين وولادنا مضروبين في 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 المكان اللي قاعدين فيه في المدينة الجامعية. يعتبر المدينة الجامعية محل سكنهم. حاجة غريبة جدا يعني. وكان ايه اسبابها يا سيدنا المشاكل دي يعني؟ كان اللي بقى دفع الناس دي ان هم يعتدوا على طلبة جوه سكنهم مسلمين ما بيعملوش اي حاجة غير ان هم قاعدين بيشوفوا دراستهم وبيشوفوا مستقبلهم؟ كان في تشجيع للاتجاه الديني بقى. فالإخوان انتهزوها فرصة وابتدوا يعملوا الحاجات دي معنا. فانتهت بقى يعني، وصلت للتحفظ، قرارات التحفظ والحاجات دي. وطبعا بعد 31 يوم
الجماعات الإسلامية قتلوا الرئيس السادات في العرض، فعاش بين القرار والاغتيال 31 يوم. بينما البابا شنودة بعد الأحداث دي عاش 31 سنة. تشابه ومصادفة. الرقم جميلة. نفسه يعني. احنا حابين نتكلم بقى مع نيافتك عن يعني فترة السجن، وكانت تجربة صعبة وتجربة يعني قاسية جدا على نيافتك وعلى بعض كمان الآباء المطرنة والآباء الأساقفة والكهنة اللي كانوا موجودين مع نيافتك في الوقت ده. ولكن بس تسمح لنا نيافتك نطلع فاصل قصير خالص ونرجع نكمل بقى يعني الحكايات، ويعني نتجول كده في حياة نيافتك. متعودين لا نفاصل في الفاصل. ايوه بالظبط، فاصل قصير سيدنا ونرجع نكمل مع نيافتك قصص بقى وحكايات من داخل السجن وداخل الاعتقال في فترة حكم السادات. فاصل مشاهدينا ونرجع نكمل حوارنا تاني مع نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين مطران المنوفية. بيكم مشاهدينا مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان في العالم مرة تانية في حوارنا الهام والمميز مع نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين مطران المنوفية. فإحنا بنرحب بنيافتك سيدنا مرة تانية على شاشة قناة سي تي في، وكلمنا بقى في البداية سيدنا عن يعني نشأة نيافتك ويعني دخول نيافتك الدير والخدمة الأسقفية، ووصلنا لمرحلة بقى يعني مرحلة صعبة جدا في تاريخ الكنيسة، وهي فترة السجن وفترة اعتقال نيافتك مع بعض الآباء الأساقفة. تجربة صعبة وتجربة قاسية يا سيدنا، بس كانت أكيد إيد ربنا بتطبطب وبتساعد وبتساند. فحابين نيافتك تكلمنا أكتر عن التجربة ديت وبداية دخول نيافتك السجن، شعرت بإيه وأول حوار وأول يعني صلاة نيافتك كده رفعت إيدك للسماء وصليت لربنا، قلت له إيه وكنت بتفكر في إيه وقتها؟ هو الحقيقة فعلاً كان حاجة unexpected، يعني ما حدش يتوقعها، حدش يتوقع أن ده يحصل خالص يعني. لكن حسب ما سمعنا يعني أنه ده فكرة جت للرئيس السادات أنه يجنب الوطن الخلافات الطائفية على ما يخلص موضوع إيلات وسينا وكلام ده يعني، بعدين يرجع الأمور تاني. لكن طبعاً هو قتل بعد 31 يوم، فالمسائل ما مشيتش حسب ما كان ينوي. والبلد مصر يعني كانت بتمر بفترة عصيبة، والإخوان ابتدوا يظهروا على الساحة وكده، وكانت شغلانة صعبة لولا الجيش برضو وقف وقفة. وتكررت برضو يام محمد مرسي وبعد كده يعني في صحيح سنة، وكأن التاريخ بيعيد نفسه، ولكن ربنا زي ما هو ما بيتغيرش. عدى اللي فات عدى اللي جه، أشخاص تتغير لكن ربنا موقفه صحيح قوي وثابت. بالنسبة للسجن بقى، كان سجننا في سجن المرج، ويقال إن المنطقة بتاع السجن دي من الأماكن اللي زارتها العائلة المقدسة. فمن أول ما وصلنا المكان، وكان عبارة عن زنزانات منفردة، الزنزان عبارة عن مترين إلا ربع في مترين إلا ربع، وإكستنشن كده بسيط 80 سنتي بحاجز دورة مية، مجرد حاجز يعني مفتوحة على الأوضة. نيافتك عشان كنت مهندس يا سيدنا فعرفت تحدد أبعاد الزنزانة بالنظر يعني. أيوه، فيدوب مرتبتين تاكي كده. كان معايا في الزنزانة ستة نيافة الأنبا فاهم ربنا ينايح نفسه.
دخلنا يوم 3 سبتمبر 81. وطبعا احنا ما قالولناش كده، ده قالولنا عايزيننا في حاجه في القاهره، وجابونا بقى كده يعني على كان رايحين على سيدنا السجن. ومش عارفين ان كنتوا رايحين على سجن، رايحين كزياره كمقابله كاجتماع طارئ. نزلت من العربيه بتاع الامن، لقيت سجن المرجي يرحب بكم، فدخلنا ابشش. خدوا الشنطه وخدوا الصليب او الاونه، حتى الصلبان اخدوها علشان يقول لك ما يخنقش نفسه في الزندان. قال لي ممكن اديها لك بس الحبل ده ما تاخدوش. قلت له احنا مش كده، احنا رجال دين يعني، ما حتى ينتحر ده كلام ده، لكن يعني هم بيتحسبوا يعني. لكن كانت مقابله لطيفه في الاول، ورغم ان كان المكان موحش وصعب، سجن وزنزانة صحيح وعلى الأرض يعني، ما لكن كان ربنا مدي سلام، وكانوا بيتعاملوا معنا معاملة حلوة قوي، أبونا وسيدنا، ومعاملة لطيفة واحترام وكده يعني. استمرينا في الزنزانات دي 40 يوم، من 5 سبتمبر القرار، من 3 بقى احنا دخلنا قبلها بكام يوم يعني، لغاية 16 اكتوبر نقلونا سجن وادي النطرون. كنت محتاج اعرف من نيافتك يا سيدنا في الفترة دي، وتحديدا اول كام يوم، نيافتك ما شعرتش باليأس مثلا، بالإحباط، بتجربة صعبة وقاسية طبعا على كل الناس؟ ما حدش طبعا كان عمره يتخيل ان هو يبقى محطوط في المكان دوت، وان الكنيسة بشكل عام يحصل فيها كده. هل عاتبت ربنا؟ كنت بتصلي ربنا بتقول له ايه في الوقت ده؟ وكان عندك ايمان ويقين ان التجربه هتعدي بسلام وهتخرجه؟ وزي ما اقول لحضرتك، كان عندنا سلام يعني، كان المكان يدي سلام مش يدي خوف، لانه زي ما قلت في راي بيقول ان ده كان من الاماكن اللي العائله المقدسه قعدت فيها يعني، فكان في سلام وراحه. وكمان اللي بيزعج الشخص اللي بيروح السجن الخطأ اللي رايح بسببه، فاحنا ما فيش خطأ، ما عملناش حاجة يعني لا أسأنا لحد ولا أسأنا للبلد ولا عملنا حاجة يعني. ما طبعا احنا كنا متهمين ان احنا بنعمل فتنة. طب فين الفتنة؟ ده انا الوحيد اللي اتقبض عليا من المنوفية، الوحيد يعني، فيش حد خالص يعني. لو في فتنه زي ما بيقول على الاقل هيبقى في اطراف يعني، كمان بعض من ابناء الابراشيه موجودين مثلا يعني. وكنت ولازلت يعني بتقابل في القرى وفي المدن بكل المحبه وكل الترحيب، وبيقابلني المسؤولين بكل المحبه يعني. يعني احنا بنعيش في المنوفيه بمحبه كامله، وشعب المنوفيه شعب راقي متعلم، نسبة التعليم فيه 95%، فما عندناش العنف، ولا عندنا صراعات، ولا عندنا خناقات، ما فيش، عايشين بمحبة، والقيادات دايما متفهمة يعني إن المسيحيين والمسلمين في علاقات طيبة. وأنجح بيت عيلة عندنا في المنوفية يعني، الآباء وأصحاب الفضيلة لما يقعدوا مع بعض يعني يجمعهم الفكر المشترك في أنهم رجال دين بتوع ربنا يعني، وتلاقي الحديث ودي جدا، وما يتطرقش لأي شيء في خلافات يعني. قلنا نتكلم فيما نتفق مش فيما نختلف، نتكلم مع بعض في المساحة المشتركة يعني. فما كانش في حد خالص يعني انا سمعت عنه انه اتاخد من الطرف الثاني يعني. وحتى في التحقيقات وكده قلت لهم ما فيش حاجه بيني وبين حد. وفي بعض الاتهامات كان يقولوا انك بتروح تصلي في الكنائس يوم الجمعه وتتاخر في القداس عشان تعطل صلاه الجمعه. أقول لهم أنا اللي عطل صلاة الجمعة إزاي يعني؟
بنصلي في الكنيسة ده ما يعقش إن وبنخلص قبل الصلاة ما يبتدي، يعني ما عمرناش عملنا مشكلة يعني في الصلاة. يعني المواعيد عندنا دايما من 8 ل 11، وصلاة الجمعة بتبدأ من 12 لواحدة ونص مثلا، ساعة ونص أو كده. فكنت بقدم كل الأدلة على أن احنا بنعيش في محبة كبيرة جدا، وشعب متعلم وراقي، مفيش خلافات خالص. يعني نيافتك بعد ما اتنقلت سيدنا من سجن المرجة، رحت فين بعد كده؟ وادي النطرون. قعدت هناك قد ايه؟ ليمان وادي النطرون قعدنا 35 يوم يعني في المرج، قعدنا 31 أو 33 يوم في سجن وادي النطرون 35. بعد كده رجعونا المرج تاني بس في عنابر بقى، عنبرين بينهم منور أو طرقة على باب على صالة المدخل الرئيسي. كملتوا بقية المدة كلها هناك اللي قربت تقريبا على سنة تقريبا. في ناس طلعوا، أول دفعة طلعت في يناير، ودفعة كبيرة بعدها طلعت في 11 فبراير. دول تقريبا كانوا النص، يعني نص العدد. أنا خرجت يوم 8/8 بقى، 8 أغسطس. طلعت في الأواخر خالص. بعد 6 شهور. كان مين موجود تاني مع من الآباء الأساقفة مع نيافتك؟ نيافت الأنبا تدرس ونيافت الأنبا ويصا. كان نيافت الأنبا بشوي، بالترتيب كده يعني حسب الأقدمية. نيافت الأنبا بشوي، نيافت الأنبا ويصا، نيافت الأنبا بيمن، نيافت الأنبا أمونيوس وضعفي، ونيافة الأنبا تدرس، ونيافة الأنبا فام، وأنبا بموة كان خوري إبسكوبس. 8 8 أباء أساقفة غير 8. الكهنة. كهنة 24 كاهن. عدد منهم أكبر. طبعاً أبونا زكريا بطرس، وأبونا أثناسيوس بطرس، يعني المجموعة، وأبونا بشوي بتاع هليوبوليس. مهم يعني كانت مجموعة 24 كاهن من الجمهورية كلها. يعني كنتوا بتتجمعوا سيدنا بتصلوا، بتقدروا تتقابلوا مع بعض، بتخرجوا بره العنابر وليكم وقت معين بتتقابلوا فيه؟ ولما كنتوا احنا في العنبر كنا بنصلي. كنتوا بتقولوا ايه لبعض؟ واحنا بنصلي في العنبر كنا صلوات السواعي وكده يعني، وقاعدين مع بعض وبنتكلم. يعني لما كنا بقى في الزنزانات ونطلع يفتحوا كل 6 زنزانات في مرة واحدة، كنا 29 زنزانة، لما كنا نطلع يعني نتكلم مع بعض بقى في ليه ربنا سمح بكده، وإيه اللي نستفيده من كده. يعني خبرة كانت جديدة على الكنيسة، ما حصلتش قبل كده من قرون يعني، فكانت مفيدة بلا شك يعني، أفادتنا جدا جدا يعني. أكيد ربنا كان بيبعت لكم علامات وبيطمنكم وبيحسسكم إن هو مش نسيكم، إن هو موجود معاكم وشايفكم وبيرعاكم. طبعاً. يعني ممكن لو نيافتك تحكي لنا بعض المواقف اللي حسيتوا فيها فعلاً بوجود ربنا معاكم. في موقفين، موقف عابر وموقف نقف فيه شوية. الموقف العابر أبونا تدرس يعقوب قال إنه شاف العذراء، أو حد قال له إنه شاف العذراء في ظهرت في المكان يعني. وأبونا لوقا كان في زنزانة 15 قصاد الطرقة الرئيسية للمدخل يعني، كان معاه أبونا صموئيل ثابت موجود في شيكاغو في أمريكا بيخدم هناك يعني. فأبونا لوقا كان ساعات يقف كده في فتحة عاملينها في الباب 15 سنتي في 15 سنتي، فسمع صوت بيقول يوم 6 أكتوبر قد خرج الأمر. خرج الأمر يعني إيه؟ فعمل برجله كده أبونا صموئيل يعني بيصحيه، يقول له إيه خرج الأمر دي؟ قال لي يا أبونا أنا ما أعرفش حاجة، أنا نايم، صحيني ليه؟ طب خرج الأمر دي جت منين؟ فاتضح أنها صوت من ربنا سمعه أبونا لوقا. خرج الأمر دي كانت مثلاً في حدود 8 الصبح، والاغتيال حصل يمكن الظهر أو كده يعني. ف
فيمكن كان صوت من ربنا بيعرف واحد من المجموع عشان يبلغ الباقي ان الامور هتنفرج، يعني في انفراجة يعني. وسمعتوا بعدها عن خبر بقى استشهاد الرئيس السادات يعني. هم طلعونا من الزنزانات علشان ننتظر نيافة الانبا صموئيل اسقف الخدمات. كان في خبر من الصبح انه جاي يزورنا، يعني جاي يطمن علينا من قبل الكنيسة يعني. لكن الساعة 2 الظهر كده دخلونا الزنزانات تاني وقالوا انه اعتذر. أتابين ضرب في العرض وراح المستشفى، قعد 3 أيام هناك بينزف. ما كانوش عارفين بينزف منين، لغاية ما خلص كل الدم مات في 3 يوم يعني، تنيح. اللي حصل بقى ده يعني كان تحصيل لكل ما فات أو مضى يعني. يعني اتضح مين كان مع مين ومين مش مع مين، يعني الحكاية ابتدت تتضح يعني، تنتها تتصاعد بقى لغاية ما وصلت إلى موضوع التحفظ سنة 81 بالصورة اللي حكينا عليها. وانتهى وجودنا في السجن تقريبا في شهر أغسطس في أواخره كده يعني. كان في 2 كهنة وطلعوا، واتبقى 2 علمانيين وطلعوا. ونيافتك آخر واحد فيهم طلع، آخر أسقف. لكن بعدي كهنة واثنين كهنة واثنين علمانيين. نيافتك لو هتلخص لنا يا سيدنا فترة السجن والتجربة الصعبة دي في كلمات، تقول لنا عنها ايه ونيافتك خرجت منها مستفاد ايه بالظبط؟ هي شدة لم تحدث في وقت قريب يعني، من مدة طويلة سنين يعني ما حصلش كده، فكانت غريبة شوية زي، عشان كده قلت unexpected، ما كانتش متوقعة يعني. تاني حاجة استفدنا منها جدا لأن إيد ربنا كانت واضحة في المكان، واضحة في اللي بيحصل في الأحداث. حسينا إن ربنا بيعبر بالكنيسة إلى بر الأمان يعني. وفعلا من 85 رجع البابا شنودة في يناير، ونشكر ربنا بقى يعني حصل تعمير وحصل حاجات كويسة. وكان عصر الرئيس مبارك 30 سنة تقريبا، كان فيها يعني بيهادن شوية ويحمي شوية، والإخوان بقى كانوا لهم دور في أو الجامعات الإسلامية وكده، وكان يهمه كرسيه ويحاول يحافظ على كل المواطنين على حسب قدرته يعني. لكن حصلت لا شك مواقف ما كانش مفروض تحصل يعني، وكان القلاقل بتهدد البلد يعني، لغاية ما وصلت لثورة يناير 25 يناير 2011، مش كده؟ مظبوط 2011. لو اتكلمنا يا سيدنا بعد بقى فترة السجن وفترة الاعتقال، نيافتك خرجت بقى عشان تتابع بقى وتباشر الخدمة في الإبراشية عند نيافتك. محتاجين نيافتك تكلمنا أكتر وتقول لنا الإبراشية في الوقت ده كانت عاملة إزاي، ووصلت لحد دلوقتي بعد بقى مرور 46 سنة ونيافتك أسقف ومطران على كرسي المنوفية، الوضع وصل لإيه بقى؟ عندنا كم كنيسة دلوقتي؟ بينا نخدم كم أسرة دلوقتي؟ هو لما رجعت بعد فترة التحفظ، أولاً بعد ما خرجنا من السجن قعدنا في الدير 4 سنين أو 3 سنين المكملة لـ4 سنين. ده شبه نفي يعني في المنفى كده. كانوا بيفكروا يغيروا الأسقفة يعني، بتاع بورسعيد مثلاً يروح المنوفية، وبتاع المنوفية يروح في حتة تانية كده يعني، زي المحافظين كده. مع أني نيافتة ما كنتش خدمت في المنوفية كتير، نيافتك قعدت فيها حوالي سنة. كان 5 سنين تقريبا. 5 سنين من 76 لـ81 يعني.
لكن طبعا ما قدروش لان الاسقف اب والاب ما يتغيرش، مين يقدر يغير ابوه؟ فالاب ما يتغيرش صحيح، لكن محافظ او مدير امن او كده ده موظف ممكن يتغير مفيش مشكله يعني. فلما ما قدروش يغيروا بقى رجعنا مع البابا شموده، احنا الاثنين انا بشوي وانا مع البابا شموده، كان رجع قبلينا كم واحد وبعدينا بعد ما رجعنا كم واحد، واستمرينا بقى في الامور عاديه يعني نشكر ربنا. كان في فرصه للتعمير برخصه، وصن زي ما قلت ان شعب المنوفيه شعب مستنير وما فيش تعصب، فيعني بسهوله جدا، وبرضو ربنا بيبعت لنا محافظين حلوين بيلاقوا الاجواء كويسه فبيسمحوا لنا ناخد رخصه ونبني. وانا من الاول ولغايه دلوقتي بقول لهم احنا بنعتبر الكنيسه مركز ثقافي، يعني الدور الارضي قاعه بتبقى تستخدم في الحاجات الاجتماعيه يعني التعزيه الافراح، ودي بيشترك معانا فيها اخواتنا شركاء الوطن، كمان ندوات تثقيفيه يعني بنقدر نستخدمها لخير المجتمع، واللي فوق بتبقى للصلاة مع تثقيف أولادنا برضو في اجتماعات الشباب والحاجات الخدمة يعني التربية الكنسية وكده. فأنا بسمي الكنيسة مركز ثقافي يعني. صحيح، هي الكنيسة الأم الحضنة يعني مركز ثقافي ومركز روحي ومركز تعليمي وتنويري لكل الناس يعني. لو هنلخص سيدنا ال 46 سنة دولت بقى، يعني 46 سنة زي ما قلت في المقدمة من الخدمة ويعني العطاء والتعب والتعمير والتنوير وربح يعني نفوس كثيرين للسماء يعني وللسيد المسيح، نيافتك تلخص الفترة دي ازاي؟ ولو في كلمات كده تقول لنا شفت فيها ايدين ربنا قد ايه اشتغلت مع نيافتك؟ هي يمكن تتلخص في 4-5 حاجات يعني. أول حاجة أهمية التعليم، دايماً أقول التعليم مفتاح التغيير، ولذلك دلوقتي غير ما ابتدينا سنة 76 يعني. الحاجة التانية الشعب يحب التعمير وبيساهموا فيه بكل ما يستطيعوا يعني، مبالغ مالية شغل بنفسهم يعني. عندنا في القرى لما يبقى فيه رخصة لمبنى خدمات أو مركز ثقافي أو كده يشتغلوا الناس بإيديهم بيبقوا فرحانين جدا وهم بيشتغلوا يعني. فلقينا التعليم مفتاح التغيير. الحاجة التانية التعمير بقى وبناء المراكز الثقافية اللي ممكن تفيد الناس، والعلاقات الطيبة مع المسؤولين وبيت العيلة وشركاء الوطن. كمان من الحاجات المهمة قوي قوي اللي بتخلي فعلا الشغل يزيد وكده، ان الكنيسة يبقى لها دور لخدمة المجتمع، يبقى المجتمع حاسس بالكنيسة يعني. يعني الحضانات، المستشفيات، المدارس كده يعني، يعني يبقى في تواصل مع المجتمع، الأندية، الحاجات دي يعني مفيدة قوي قوي. واحنا عندنا النشاط الاجتماعي حلو يعني كويس مفيد يعني. خامس حاجة وآخرهم إن الواحد ما يعملش حاجة تضايق الدولة أو تضاد الدولة وما يصحش يعني، حتى لو لينا طلب وما استجبش ليه فترة نقدر ونستنى. فدي برضو خلت المسؤولين يحسوا ان احنا مش منتفعين بس، لا ده احنا هدفنا كمان نفيد بلدنا يعني. ولما بنعمل اي مشروع بيبقى هدفنا فايدة المجتمع ككل. صحيح، فايدة المجتمع وفايدة الانسان بشكل عام دون التفرقة عن اي شيء يعني. صح كده.
لو نيافتك توجه رسالة بقى لكل مشاهدينا على شاشة قناة سي تي في اللي بيشوفونا دلوقتي، العالم بيمر بظروف صعبة وظروف قاسية وحالة كده من التوتر وعدم الاستقرار، وبعض الشخصيات بتضطرب وبتنزعج، وفي ناس ممكن تخسر أبدياتها بسبب الظروف اللي بتحصل دي. نيافتك تحب تقول لهم إيه وتوجه لهم إيه من خلال شاشتنا؟ أنا بحذر من التغيرات اللي بتحصل في الغرب في أمريكا وأوروبا وبتطال الإنسانية. يعني في تكتيك كده عند أجهزة معينة في العالم يقول لك الناس بتكتر، عايزين نقلل عدد الناس فيسمحوا بقى بالمثلية، الزواج المثلي الهوموسيكشواليتي، وكمان يسمحوا بتغيير الجنس، ولد يبقى بنت وبنت تبقى ولد. طبعا لا هيبقى الولد يبقى بنت بجد يعني، ولا البنت هتبقى ولد بصحيح، ما عندهمش. وده كله علشان ما يحصلش تزاوج ويحصل تكاثر، لا ده عايزين يحدوا من التناسل. طبعا ده غير توجه الدولة هنا انها تخلي عدد الأسرة قليل عشان تستفيد الأسرة من اللي الدولة بتعمله، لأن زيادة عدد السكان بيأكل التنمية اللي بتحصل. مزبوط. فدي غير دي، يعني ده توجه وده توجه، تحديد الناس لغير منعه خالص. التوجه الأوروبي أو الأمريكي أو الغربي عدائي ضد الإنسانية. يعني إزاي رجالة يتجوزوا بعض والستات يتجوزوا بعض؟ لو ربنا عايز كده كان خلق رجلين أو اتنين ستات، لكن ده خلق رجل وامرأة. صحيح. يعني آدم وحواء، فده التوجه الإلهي. فإزاي يبقى فيه توجه بشري ضد التوجه الإلهي؟ وإزاي كمان يغيروا الجنس بتاع الأولاد والبنات؟ إزاي يعني؟ وللأسف سمعت عن مدارس أجنبية في مصر بيعملوا كده. فإحنا بنحذر المجتمع من المثلية، زواج المثلي، ومن تغيير الجنس، وده قضاء على الأسرة، يعني بيقضي على الأسرة من أوسع الأبواب. صحيح، بينهي طبعا على الأسرة، وبالتالي الأسرة لو انتهت وانهارت الدولة كلها بالتالي هي تنهار. الأسرة الخلية الأولى. صحيح. في المجتمع، تخيل المجتمع من غير الأسرة يبقى إيه؟ مفيش مجتمع. لو في النهاية سيدنا نيافتك بقى تتمنى أمنية، لو أمنية شخصية لنيافتك وأمنية شخصية مش شخصية، أمنية عامة بقى للكنيسة والمصر وبالتأكيد أمنية للعالم، تتمنى إيه؟ وأنا بتمنى كل الاستقرار لمصر، وربنا يحفظ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه رمانة الميزان، هو الحقيقة شخصية رائعة، ما بيفرقش بين مسلم ومسيحي، كلنا مصريين، ودايما يخاطب المصريين، ودايما يدعونا للتمسك بالجنسية المصرية أو الإحساس المصري، الأصالة، الشخصية المصرية والأصالة بتاعتنا. ولذلك لما خرج الفراعنة حكام مصر القدماء كان توجه واضح، انه بيقول دول اللي انا جيت بعدهم، انه جاي علشان يحفظ هوية مصر. واول مرة كنا نسمع الهتاف من فمه لما قال تحيا مصر في الأمم المتحدة ايام ثورة يناير 2011، وفي 30 يونيو، وبعد كده بقى 2013، ولما استلم الحكم في 2014. الحقيقة بنتحسس دايما المحبة والوطنية في شخص السيد الرئيس، وطبعا بتبقى موجودة في كل المسؤولين، لأن الناس على دين ملوكهم. صحيح. فنتمنى كل الاستقرار لمصر، وربنا يحفظ السيد الرئيس، و دايماً يديله الإرشاد الإلهي في أنه دايماً يرفع مصر وراية مصر عالية خفاقة في العالم كله.
الأمنية الخاصة بقى من نيافتك للكنيسة، تتمنى إيه للكنيسة؟ أتمنى أن الكنيسة تبقى واخدة بالها من التغيرات اللي بتحصل في المجتمع، وخصوصا الحاجات اللي بنسمع عنها جايلنا من الغرب، يعني زي المثلية وزي التغيير الجنس والحاجات دي. الأسرة لازم تاخد بالها، الكنيسة تبقى عينها مفتوحة فيما تطلب استقرار مصر، كمان ناخد بالنا من الأمور اللي بتغير في الأسرة، الوحدة الأساسية في المجتمع. وربنا يحافظ بقى على أسرنا وعائلتنا، ودايما ربنا يبعد الشيطان عن الفكر الإنساني عشان يبقى فكر إلهي هو اللي ماشي يعني. صحيح. ولو أمنية شخصية بقى لنيافتك وتحديدا للإبراشية بقى، إبراشية المنوفية. ونشكر ربنا يعني عندنا كنايس وأماكن بنصلي فيها كتير، نشكر ربنا وتكفي، ولما بنحس إن احنا محتاجين بنطلب وبيستجاب لطلبنا. عندنا محافظ رائع جدا جدا، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، يعني شخصية ممتازة جدا جدا. رجال الأمن عندنا ناس شرفاء وناس ممتازين جدا، كل القيادات الحقيقة يعني قيادات مستنيرة والروح الوطنية فيها يعني. فنشكر ربنا ونتمنى دوام التفوق والتوفيق دايما يعني. إن شاء الله بصلوات نيافتك سيدنا. إحنا في نهاية حوارنا بنحب نشكر نيافتك جدا على الفرصة وعلى الحوار التاريخي اللي إحنا عملناه مع نيافتك. سمحتنا اللي إحنا نسمع ونتعلم ونتكلم عن نيافتك، عن خبرات روحية وحياتية كتير جدا من نيافتك سيدنا. شكرا مرة تانية. أنا اللي بشكر حضرتك وبشكر القناة، ودايما نفتكر دكتور ثروت باسيلي والأستاذ إيليا والأستاذ جورج ومدام نيفين ومدام منى، كلهم شخصيات رائعة ربنا يحافظ عليهم ويبارك في القناة، ونسمع دايما كل الخير يعني عن القناة. شكرا جدا لنيافتك سيدنا وصلوات نيافتك. صلوات الإبراهيم. شكرا جزيلا نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين مطران المنوفية اللي ادانا الفرصة العظيمة دي اللي احنا نتقابل معاه ونتكلم ونتعلم من يعني كنوز كتير عند سيدنا، خبرات كتير روحية وحياتية وفترات صعبة سيدنا اتعلم منها وكمان علمنا منها. أنا بشكركم مشاهدينا على متابعتكم لينا، ودمتم دايما في كامل الصحة والسعادة، وإلى اللقاء.